اعمل البناء البسيط ده. خريج دبلوم صنايع قسم زغرفة 2008-2009، قدمت على شغل مفيش شغل، قدم الورق وخلاص في القوى العاملة وفي الشؤون وفي كل حتة قدمنا، وياخدوا الورق وبيرموه. الصنايعي بيدفع كام؟ بيقول لك انت عشان اعلمك الصنعة هديك مثلا 30 جنيه 40 جنيه مصاريفك، عشان اعلمك الصنعة هديك مصاريفك، طب ومصاريف اللي وراك في البيت؟ احنا واخدين شقة هنا وقتنا 10 انفار مع بعض ماشي، باجي اقعد شهر، الشهر بشتغل فيه 15 يوم او 10 ايام او 20 يوم على حسب السوق، واخد بعضي واروح. اشتغلت ب 1000 ب 1000 ونص واخدها واروح، اقعد اقدم في البيت اضيعهم واجي. شغل المعمار ماشي تعب، بس احنا بندور على التعب ومش لاقيينه. شغل التكاتك، راح اجيب توك توك ب 15 20000 عشان اشتغل عليه ب 30 40 جنيه، اللي يجيب الجحش مش قد عليك، ترى راح اجيب من وراه 50 جنيه هصرفها على التوك توك، كل اسبوع هصرفها على التوك توك. احنا ما لقيناش اللي يعلمنا، او معنى اللي صح ما فيش، الامكانيات ما تسمحش بالعلام. في عندنا ناس فلاحين بيقول لك اللي ابوه دكتور يطلع دكتور، ولا ابوه ظابط يطلع ظابط، ولا ابوه مش عارف محامي يطلع محامي، ولا ابوه فلاح يطلع فلاح. عندنا ناس فلاحه ومعاها عيال دكاتره، بس في حاجه، في واحد فلاح بيطلع ابنه دكتور ظابط محامي بمجهوده، بس معاه في الاول ان هو يصرف عليها يوصل للمكانه دي، واللي ما معاهش لازم انا هيطلع زيه. ابنها هعلمه باذن الله، هعلمه بدل ما يجي يقعد مكان هتنفع فيه القعده. والله يا ابني انت متعلم، انت متعلم بالكلام اللي بتقوله ده، انت متعلم. العلام مش شهادات بقدر ما هو يعني رؤية حقيقية للحياة. انت متعلم وزي الفل، وطبعا انتوا النموذج ده بتشوفه في كل حتة، في كل ميادين مصر فيه، وتلاقيهم قاعدين يا عيني مستنيين حد يجي ياخدهم، يشتغلوا يوم يشتغلوش يومين، يقعدوا من الساعة زي ما قلت لكم قبل كده من 6 الصبح لغاية 8 بالليل. فأنا مرة قعدت معاهم اتكلمت، ليه بتقعد ل 8 بالليل؟ يقول لك في ساعات ناس كده على الساعة 4 يبقوا عايزين يشيلوا عفش ينقلوا حاجة، يمكن يجيب طبعا بيسيب سعرهم بقى في النازل بقى في الوقت المتأخر ده، خلاص اليوم رايح منهم فياخدوا أي حاجة. دي كفاح وجهاد وعزم على العمل، عزم على إنه عايز يشتغل، عايز يأكل عيلته، عايز يطور نفسه، ما هي دي حياة. فالناس كويسة قوي، انما في حاجات تانية بتبقى مش كويسة بتخلي الناس دول ملهمش ظهر، زي ما قال صديق العزيز عمر طاهر امبارح، مفيش انا سند عليك بتاع ست انغام، مفيش حد مفيش شايل العدة بتاعته دي وماشي. طبعا الله في كل شيء، لكن الناس لازم تحس بالامان. الامان بيجي مش الامن والامان والكلام اللي بيتقال ده طبعا، لكن امن الانسان، يعني امن الانسان يحس ان هو